الإخوة المشاهدين والمتتبعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان المشاهدين، غتشوفوا معنا في هذا المقطع كيفاش دايرة الطريق بالليل. هذا الطريق هادي من طنطان حتى الوطية، وإن شاء الله غتشوفوا معنا المقطع، تشوفوا معنا القناطر الجميلة ديال واد شبيكة واد أم فاطمة واد الوعر. شوفوا القناطر كيفاش القدام، وتشوفوا القناطر الجداد، وتشوفوا معنا كيفاش دايره الاجواء مع التقلبات ديال احوال الطقس. تشوفوا الرياح كيفاش خاصكم تتعاملوا معها ملي كتكون الرياح، وكذلك تشوفوا معنا الطريق فين وصلت في مدخل مدينه العيون. فرجه ممتعه، وتحيه لكم جميعا اينما كنتم، وخليكم مع الفيديو حتى النهايه، وتحيه لكم جميعا. الاخوان المشاهدين، الطريق من الوطيه حتى الواد الوعر الاخوان بقى فيها الاشغال، بقى ما سالاتش، وخليكم مع الفيديو غتشوفوا كل شيء. الاخوان هذا الطريق يعني الطريق سريع، ما غتدخلش ما غتمشيش حتى الوطية، يعني راه انتما تمشيو معنا في الفيديو حتى لواحد الرومبا، وغادي تدور الطريق السريع على اليسار. دابا هذاك الطريق هذاك المقطع راه باقا محبوس، باقا الاشغال ما بادياش فيه، وحنا غادي ندخلو نكملو الطريق حتى الوطية باش نشدو الطريق، لان تقريبا من الوطية حتى الواد الواعر الطريق باقا ما كاملاش، الطريق باقا ما مصايباش، باقا ما كاملاش، كاين بعض المقاطع فيهم الاشغال، وبعض المقاطع باقيين حابسين، ونتمنى باش ان شاء الله تنتهي هذه الاشغال في اقرب وقت. وفرجه ممتعه الاخوان، وخليكم مع الفيديو حتى النهايه، وتحيه لكم جميعا، والسلام عليكم.
الإخوان المشاهدين متتبعي قناة مناظر بلادي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان الأعزاء المشاهدين، غتشوفوا معنا إن شاء الله ثلاثة ديال القناطير ممتازة اللي تكون في الطريق السريع ديزني العيون. كاين واد شبيكة، واد أم فاطمة، والواد وعر. غتشوفوا كيفاش كانوا كيفاش غيوليو إن شاء الله قناطير رائعة جدا الإخوان. وغتشوفوا معنا إن شاء الله في هذا الفيديو. خليكم مع الفيديو الإخوان، اللي باقي ما تابوناش معنا في القناه الاخوان دير ابوني في القناه ودير الضغط على الجرس باش تنوصل الجديد، وما تنساوش البارطاج باش كلشي يستافد كلشي يشوف هاد المناظر ديال بلادنا. والحمد لله نتمنى ان اكون عند حسن ظن المشاهدين الكرام. خليكم مع الفيديو الاخوان وفرجه ممتعه. المشاهدين، هذه هي القنطرة ديال الواد الوعر، قنطرة رائعة جدا، حتى هي واعرة. شوفوا تبارك الله القنطرة الجديدة اللي تكون على هذا الواد الوعر. يعني كاين في الطريق هادي كلهم فيهم قناطر ممتازة. هما الإخوان هادي القنطرة القديمة، هادي دابا إن شاء الله راه غتلغات صافي، دابا مبقاش خدامة.
الإخوان المشاهدين والإخوان السائقين ومتتبعي قناة مناظر بلادي داخل الوطن وخارج الوطن، تحية لكم جميعا أينما كنتم. الإخوان غتشوفوا معنا في هذا المقطع ده خطورة ديال الرياح. الإخوان كتسبب في زحف الرمال في بعض المقاطع هنا في الطريق السريع ديال اللي غادا من تيزني حتى العيون، وبالاخص الاخوان كاين بعض المقاطع اللي كيكون فيهم زحف الرمال بكثره، يعني كثير. هذه المنطقه اللي كتكون معروفه بهذه الخطوره ديال الرمال، بالاخص الاخوان واحد المنطقه ملي كتقربوا لطرفايا، ملي كتبعدوا من تقريبا من اخ النير شي 50 كيلومتر او 40 كيلومتر، كتلقاو هذا المقطع. هذا المقطع معروف، وكاين واحد المقطع ديال واحد ديك السبخه اللي كيكون فيها الملح، هي تما فهاديك الهبطه كاين واحد المقطع حتى هو خطير. والاخوان ملي كتكون الرياح، ملي كتكون العجاج يعني الريح قويه بزاف، من الاحسن الاخوان بنادم يتمشى بشويه، لانه كتكون ملي كتكون الرياح بزاف كتقدر تلقى الرمله يعني كتحول، اللي كتسمى كزحف الرمال، كتحول ديك الرمله مع القوه ديال الرياح دغيا كتحول بالزربه، يعني تقدر تدوز ترجع تلقى جبل ديال الرمله. غير هو بنادم يخطي الاحتياطات ديالو والسرعه، لانه ملي كتكون لي القدرون فيه الرمله يعني راه تقدر الرويد ما كيتحكموش لك في القدرون مزيان، لان كدوز انت كدوز فوق الرمله كما كتشوفوا، شوف بحال دابا كتنوض كتكون غادي كتبان لك بحال شي عجاجه غاده، الريح غاده من وراك. هادشي اللي كيسبب بزاف ديال بعض المرات ديال الحوادث. نتمنوا السلامه لجميع السائقين، الناس اللي كيديروا الطيقره تيعرفوا الخطوره ديال الرمال وتيعرفوا المشاكل اللي كديرها الرمله. كما كتشوفوا الاخوان دابا هنا راه كاين الريح، شوفوا هنا كتبان لكم الرمله يعني غادي كتحول، وديك الرمله ملي كتعمر في القدرون ما كتبانش، كيبان لك راه القدرون كاين، ولكن انت كدوز فوق الرمله، ديك الرمله كدوز بحال كتجليسي لك الطوموبيل ولا الكاميو ولا. نتمنوا السلامه الاخوان، بنادم ما يجريش بزاف، ما يجريش في الرمله ما يجريش فيها وياخذ الاحتياطات ديالو، ولا لا قدر الله وتلاقى مع شي جبل ولا شي فياج ديال الرمله في الطريق، راه بعدا يلقى كيفاش يتفاداه. هنا راه كاينين العلامات الاخوان، العلامات ديال التشوير والعلامات ديال انتباه زحف الرمال، راه على امتداد هذه المقاطع الخطيره تلقاو فيها زحف الرمال. نقربكم الاخوان غير من هذا المقطع هذا، كما كنشوفوا حنا تصادفنا بهذه الرياح، باش الناس اللي عمرهم ما جاوا لهذه المنطقه ولا غاديين ويوي يجيو يعرفوا بانه الا كانت الريح بزاف يحتاطوا من هاد الرمال. راه زحف الرمال الاخوان خطير جدا، تشوفوا معنا الريح الاخوان كيفاش كتولي الطريق. وبعض المرات الاخوان حتى هاد الرمله بزاف، راه كاينين بعض السيارات اللي تقدر تخلق ليه مشكل في الرادياتور، لان هاد الرمله بزاف كتطلع الرادياتور تقدر تخنق. راه دابا كنشوفوا بزاف ديال الناس اللي كيستعملوا الطريقه هذه بزاف، كيكونوا دايرين واحد الشبكه رقاق بالنسبه للطاكسيات، بالنسبه للناس اللي كيديروا الطريق بزاف كيديروا واحد الشبكه رقاق على القدام ديال السيارات، باش يحاولوا يتفاداو ديك هاد الرمال اللي كتدخل لهم الطوموبيل وتدخل لهم الرادياتور وداكشي. نتمنوا السلامه الاخوان لجميع مستعملي الطريق، وخليكم مع الفيديو الاخوان، فرجه ممتعه، واتمنى لكم السلامه، وما تنساوش تابوناو معنا في القناه باش تدعمونا الاخوان ونزيد معكم ان شاء الله في كل ما هو جديد. وما تنساوش لايك، ما تنساوش بارطاج، وما تنساوش الضغط على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. وتحية لجميع متتبعي قناة مناظر بلادي، وتحية لجميع السائقين اللي يشدوا الطرقات. والإخوان كيكون تاني واحد مشكل آخر هنا في الطريق، هو بنادم يرد البال للجمال. شوفوا الإخوان، شوفوا هاد الكاميو قدامنا، شوف كيفاش كتبان لكم الطريق، شوفوا بعض المرات راه كاينين كتبان لكم الرملة غادا وكتقرب للطريق. وكما قلت لكم الإخوان كاينين الجمال، انا ملي كنكون غادي في الطريق رد البال، راه كاينين العلامات، كاين البلايك ديال الجمال، بنادم يرد البال الجمال الاخوان، الجمال راه كيكونوا غاديين ما معاهمش حتى شي واحد، والجمال الاخوان راه ما تيخافوش من الطريق،
راه لا قدر الله يقدر يكون واقف في الطريق، واخا تكلاكسوني عليه، واخا يعني تقرب لحداه، راه ماشي شي حيوان اللي كيبان له الحديد ولا شي حاجه وتيخاف وتيهرب ولا شي حاجه. راه الجمال الاخوان راه ما تيهربوش وما تيخافوش، ولا قدر الله يخليك تكون انت قربتي ليه وتيتم قاطع هو قدامك، يعني ما عندوش مشكل. وي باش الاخوان يتفادوا هاد المشاكل هذه اللي كتكون في الطريق هذه، يردوا البال شويه ديالهم ملي يلقاو العلامات، ويردوا البال بالاخص الناس اللي كيكونوا كيشدوا الطريق بالليل، وملي كتكون الضبابه الاخوان ردوا البال، راه كتكون الضبابه في الطريق هذه الضبابه بالليل الاخوان، راه كتكون صعيبه الرؤيه، صعيبه الرؤيه، وبالاخص كما قلت لكم الجمال، الا كان الجمال في الطريق راه ما كتشوفوش، والرؤيه ما كتكونش واضحه، وكتكون الرمله. ونتمنوا السلامة للجميع، نتمنوا السلامة للإنسان اللي عمره ما يدير، اللي عمره ما دارش هاد الطريق هادي، يحاول يتفادى الطريق بالليل، يمشي بالنهار باش تكون عنده الرؤية، لأنه الإنسان اللي ما عندوش حتى شي حاجة ضرورية، يحاول ما يمشيش يمشيش بالليل، هي راه ماكشي مشكل، ولكن غير باش تتفادى المخاطر اللي تقدر توقع لك لا قدر الله بالليل. نتمنوا السلامة للجميع، الناس اللي ما مدروبينش يمشوا بالنهار باش يتمنظروا ويشوفوا. وبالنسبه للشاحنات الوزن الثقيل، الناس اللي كيديروا الطريق راه هذوك كيكونوا مضطرين ومجبرين باش يمشوا بالليل، وكاين الناس اللي كيدوا السلع ديالهم وداكشي، وربما هذوك الاخوان الثاني راه تيكونوا شويه راه عارفين الطريق، الناس الحرفيه راه تيكونوا السائقين المهنيين تيكونوا عارفين الطريق وعارفين الخطوره ديالها، وكيكون الاضواء مزيان عندهم باش يتمشاو شويه ويشوفوا ردوا البال من الجمال. وتحية لكم جميعا الإخوان، وخليكم على الفيديو حتى النهاية، وفرجة ممتعة، وأتمنى لكم طريق السلامة للجميع.
الاخوان المشاهدين، شوفوا كيفاش كتبان لكم الطريق هنايا، شوفوا الكاميونات كيفاش كيبان لكم غاديين، بان لك راه بحال الكاميرا غادي في البيست. الطريق شوفوا، شوفوا الرمله اش كدير، شوفوا الاخوان كيفاش كتكون غادي كتمشى في الرمله. والانسان ياخذ الاحتياطات ديالو، ولا بغى يتجاوز كما تجاوزنا حنايا راه يعرف كيفاش يتجاوز الشاحنات. نتمنوا السلامه للجميع الاخوان، فرجة ممتعة، خليكم على الفيديو للإخوان حتى النهاية، والسلام عليكم. الإخوان المشاهدين متتبعين قناة مناظر بلادي، إخوان السائقين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان غتشوفوا معنا إن شاء الله في المقطع هذا أين وصلت الأشغال في مدخل مدينة العيون الجميلة. غتشوفوا معنا إن شاء الله الخيمة التي ستقام على مدخل مدينة من الجهة ديال ترفايع، والأشغال الإخوان بادية في إنجاز هذه الخيمة، لأن هذا المنظر ديال هذه الخيمة كاين في ثلاثة الاتجاهات، ثلاثة المداخل كيدخلوا للعيون من جهة ديال تيزنيت ومن جهة ديال فم الواد، وهذه اللي غتشوفوا معنا هي اللي كاينة في اتجاه ديال ترفايع. كما كتشوفوا معنا الإخوان يعني الشارع ديال مدخل المدينه، شارع جميل جدا كما كتشوفوا معنا. هي هذه الخيمه اللي كاين هنا اللي غتكون على وسط هذا الطريق. انتم الاخوان المشاهدين كما كتشوفوا معنا هذه الخيمة اللي غادي تكون ان شاء الله هنايا، انتما كتشوفوا الاخوان الاشغال هنايا، وهم يعني داروا طريق منين يدخلوا الناس لان كاين الاشغال تما. وغتشوفوا معنا ان شاء الله الشارع المدخل من هنايا كيفاش اصبح هذا الشارع الاخوان، اصبح الشارع جميل جدا. كما تشوفوا معنا النخل الاخوان، شوفوا تبارك الله النخل والبافي هنايا في الطريق في الجناب ديال النخل والغازو الخضوره الشجر. شوفوا شوفوا الاخوان، يا سلام يا سلام يا سلام، شوفوا النخل تبارك الله، شوفوا الاناره، شوفوا الاضواء الاخوان، شوفوا الطريق، شوفوا الجنبات ديال الممر ديال الراجلين، شوفوا بافي فين كاين كيفاش داكشي زعما. وباقي الاشغال، باقي الاشغال خدامين والناس خدامين الاخوان، هادو هما الناس اللي كيخدموا البلاد ديالهم. نعم الرجوله الاخوان، الناس وبالاخص هاد المنطقه ديال العيون الاخوان، هاد المدينه وين ما كتجي كتلقى غدا وكتحسن، غدا وكتحسن يعني يوم على يوم كتجي كتلقى داكشي مبدل، يعني ضروري كتلقى تحسينات وتلقى. شوفوا شوفوا الاخوان الشارع كيفاش داير، شوفوا شوفوا الاخوان الوسط كيفاش داير الغازو تمايا والشجر وكلشي خضر والنخله هو خضر، شوف الاناره وشوف بابي في الجناب، وشوفوا الاخوان يا سلام يا سلام. الناس راه خدامين الله يعطيهم الصحه، هادو هما الناس المسؤولين اللي كيقوموا بالواجب من اجل التنميه ديال المدينه ديالهم اللي هما مشرفين عليها. تبارك الله الناس اللي باغا تخدم وباغا تصلح البلاد، وهادو هما الرجال، ثم الناس اللي تيخدموا مصلحه ديال الوطن ومصلحه ديال المدينه اللي هما فيها. تبارك الله على هاد الناس اللي خدامين، الله يعاونهم، الله يكثر من امثالهم، يكونوا في جميع المناطق ديال البلاد، باش على ان كل واحد خدم المدينه ديالو البلاد كلها تبارك الله غتشوفها زينه. يعني البلاصه اللي مشيتي ليها يعني
يعني تفرح تمشي ليها، ويعني من جانب السياحه ولا من كل شيء. الاخوان دابا هنايا اشغال حدا تما، هي ما باقي الناس خدامين دابا، هنا باقا الاشغال هنا باقي ما كملوش. وحتى ديك القنطره الكبيره اللي كاينه في الواد الساقيه الحمراء حتى هي راه باقا ما هي سالت فيها الخدمه، ولكن راه باقي نسادينها، ربما يخليو حتى تيسالي هذا الشارع هذا باش يعطوا انطلاقه واحده، ربما ربما على ما اظن. المهم هي راه باقا محبوسه غتشوفوها معنا. والاخوان راه شيء جميل، هاد الاصلاحات هادو راه شيء جميل الاخوان، وباقا الاشغال الاخوان في بعض المناطق هنا في مدينه عيون، كاع البلايص اللي بانت لهم شويه مهمشه ولا بانت لهم شي حاجه راه كيصلحوها وتيقدوا. يعني راه تبارك الله العيون ديما غاده في تقدم. شوفوا هاد الشارع هذا اللي كان غير واحد الطريق، شوفوا منين دابا هما غاديين، منين بداوه تقريبا واحد شي تقريبا من لما دخلت من فين تكون الخيمه تكون شي 4 كيلومتر ولا 5 حتى المدينه، حتى تفوتوا الواد ديال الساقيه الحمراء انتم الاخوان هنايا. وهاد المنتزه الاخوان هذا هو اللي ما صدقش ربما المناخ يعني التصحر يعني اللي كاين هنايا، اللي ما خلاش الشجر يكبر، وربما الملحد البحار والرمله والرياح اللي كتشهد هذه المنطقه بين الفينة والاخرى هو اللي جعلت هذا المنتزه قديم الاخوان، عياهم يغرسوا فيه يعني في الشجر ويسقيو ويقادوا، مع الاسف ما عطاش نتيجه، ما عرفناش من السبب علاش. غالبا الاخوان الجو المناخ ما مناسبش. وراه هو اللي كتشوفوا معنا هنا راه كاين على اليمين وكان على اليسار، قديم هاد المنتزه اللي داير هنايا باش يدير واحد المتنفس كبير، يعني باش تكون فيه التشجير وداكشي، يكون داكشي يعني خضار يعني طبيعه بحال شي غابه صغيره، وداكشي منتزه كبير باش يكون متنفس ديال المدينه يخرجوا ليه. ساعه الاخوان ما نعرفوش من التربه ولا العلم لله، المهم واخا طلع شي شويه ولكن راه مود هو مغروس على ايين. كما كنشوفوا معنا الطريق راه الناس كانوا باقيين خدامين هنايا راه حاطين النخل، راه باقي ما بانش الخضوره ديالو، الناس راهم خدامين حاليا، باقيين خدامين هنايا في الوسط، راه باقي ما داروش الاعمده ديال الكهرباء ديال الاناره، راه باقي ما ركبوهمش، لان الناس راهم خدامين. تشوفوا معنا هنا هي الرومبا هنايا اللي كتعطي الانطلاقه ديال الطريق باش تخرج في اتجاه ديال القنطره الجديده اللي غتكون هنايا، هي قنطره كبيره على واد الساقيه الحمراء. انتما كتشوفوا معنا هي الطريق راه باقي محابسينها هي هادي، ربما حتى غيكمل الشارع عادي غادي يعطيو حتى هي الانطلاقه ديالها، راه ما كي باقي غير هاد الطريق هادي اللي دايرين هنايا مؤقتا اللي كتدخل المدينه هي هادي. وفرجة ممتعة الإخوان المتتبعين والإخوان السائقين والناس اللي بغات تسافر وبغات تشوف معنا المدن وتشوف معنا المناطق الجنوبية، تبارك الله فين وصلات. تحية لكم جميعا، وما تنساوش تابونا معنا في القناة وديروا الضغط على الجرس، وما تنساوش لايك، ما تنساوش البارتاج. تحية لجميع متتبعي قناة مناظير بلادي، وتحية لجميع المشاهدين الكرام، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.